الا ما نفش ليهم هاد الموطور نفش ليه قاع بنوات ونخسرو. كملتي الجميع حبيب بني ادم والمعاط كما عيالات الدوار، قال عيالات الدوار نتفتيهم بدماغتيهم بقيت لك غير انكم. هل العجوزه المغربيه اشوف يا الراجل، راه نقول لك واحد القضيه، راك ما بقيتي درتي فيها ما يصلح، ما بقيتي حشمتيش ويلي تكون بحالك بحال سيادك ويلي. تمي انا ما مشيتش عاد هو وتحسب على 5 اشهر ما مشيت عليها، وانت عارف خواتاتي مزوجات بعادات ما كيجوش عندها وحده عريسه طراش. نقول لك راه الغالب والله واحد الهاترات مقابلين على تيك توك والفيسبوك والواتساب، ما يعجبها ما من العجنات ما من طيبات ما من الشاخيات. وراه عيطت لي امي قالت لي اجي عاونيني شقيلي يا ورا ما لقيت لي عاوني، راه عندي عريسات عكيات عمد الاولاد بغيت لهم عدقه من عندي انا، بغيت لهم عدقه العشاء والناس كتعشى، انا بغيت لهم مصيبه قد ما صبت وقد ما صحيت على ذوك العريسات، ولكن الفالطه راه ماشي منهم، الفالطه من مي فاش جيبهم مشى دوكار بعيد 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 جايبهم مع من حداها. كل شويه غادي نعد موات ما هي هم ويا الناس واش قاليها ديني عند مولاي رحم والدي دابا نديك ما غي مغضرب عليكو امك عاده حنا قلنا لك شي حاجه يضرب تعرفي تسبقي على العار كدوي وكزعمي وتهزي صوتك زعما انا ما بغيتش نديك عند مو، وقلت لي يا ديني عند مو ما ديتينيش 5 اشهر قلت لي يلا مشو عند مو انا ما قلت لك لا. شي نهار فكرتي فيها قلتي انا نمشي نزور امي عندو لها خطيره فكرتي فيها راك شليح بيا راك شليح بيا الفالطه منك وترجع كلشي مني انا هلا انا زعما ما ديكش امك واش تعيط لك باكي ما جيتيش عندها راه ما مساليش. وانا قلت يا هذيا باش نقول لك انا ما مساليش نقول امي فيكم نقول امي ما خلات فيكم جدا ما خلات فيكم هرديم دابا نديك دابا نديك راه الموطور عم محطوط هذا دويرة على الموتور دغيا نوصلو ايوا صافي اش تعمل غادي على الموتور دغيا نوصلو ما نحتاج كاع نفكر انا على الطريق ولا تا تقرب المغرب شتي واخا تقرب المغرب نمشي على الموتور دغيا نمشي نمشي تا كاع ما بغيتيش تجلس معايا عديني وجاي حيت عارفك ما عندكش مع امي تعرفك واحد تحراميات واحد تحراميات انا شاكرة وارثة من مك امك تعرف هاد التحراميات تمشي تال قدام الباب وما تخش معايا كل مرة كتبيع امي كتبان لا راه مريض الا كيعيطوني في الخدمة الا كي ياك الكافر يا الحرامي ياك وانت يا وما تشاور كاع معايا قال لي نديها زعما واش تي ما تبغيها تصبل لك ما تبغيها تشقي لك والله فيا ولا بيهم هذا عندي نشوف واش كون غيمشي عند مو حيد منك تحرامية الله يرحم بيك ورا فيك واحد تحرامية ترى اشوف ياه راه حقاسي دربي راه نهز واحد الكردان ندورها حتى ندورها ونجيبها لمك راه جدارت الودان دي خلي لك عين محلوله وعين عوره انت يا كاني فاش نمشي عندك وبدا تقول لي اما تدخلش عندنا بنات هنايا اما تدخلش بنات هنايا راه خاصهم عارفين يشدوا اها دابا وليت نمشي قدام الدار تريكه واش من تريكه يلا نتوجد الله يلا سيري يا بلا رجعه الله يحفظ من مولا سمعتني راه غادي بك لداركم هاد يومين عيد قبل الوقت نديرو عيد كبير وعيد صغير ونزيدو عيد اخر محركين هاي ديرها فيا انايا سير دوي معاه وتقول ليه ديما عند مي هو تا هو كيبغى الحل فمو قال لا تعالي نديك حنا غنشوفو شكون غيمشي الا ما نفش ليهم هاد الموطور نفش ليه كاع بنوات ونخسرو ها وجهي راه وجهها واخا هي ما عندهاش وجه عندها صفيح الحمار الا ما نفش ليه الرويد ونخليها تبغي تفرح وغادا فرحانه وتهز عاوتاني ديك الخضيره كامله اللي كيجيب وليدي تما غادا بها تكحش لينا كلشي عاوتاني وتغور تركب على الموتور وتلقى خاسر تما غيبرد ليا القلب تما غيبرد عليا انا بعدا قضايبي غيبرد عليا فاش نشوف انا يوم وجده وفاش تبغي يخدموا الموتور ما بقاش خدام انا غنشوف معايا انا وغادا بلا ما تشاوني طاهره طاهره طاهرة ويلي هي فين مشي طاهرة مو طاهرة ويلي هي طاهرة
ودي انا ما خليت عشش ما خليت زناقي ما خليت خرابي ساره نقلب عليك وتيجي خدامه سيكليس في هذا الموتور خدوش وي تقلبتيها سيكليس وانا مخبانيش وهادشي اللي بقى عليك كملتي الجماعه في بنادم والمعاطك مع عيال الدوار قال عيال الدوار ندفتيهم بدماغتيهم بقيت لك انا كما كنت صاحبتك ورت انا مدموغه في الراس واللي علم الله طايح لي الكتف ولا زرقا لي كتكوع بيزا ما عرفتيش حاجه زرقا فيا وكملتيها وجملتيها وليتي سيكليس تاع الماطر انت كيفاش قاديتك انا فاهميني كيفاش قاديتك تشتك على حالو عقل ويلي حقيقة نقول لك خدوش كوش لك الحرام ديال العروسه اللي عندي داك اللي خديت ولدي الله يخبر ريحه الشقف من نهار خديتها حق صدر بنا خديتها وانا ديما الله ودلاور ماشي قالت ولدي قال ديني عند امي ما كانش لي حل ما داو معاها ما جاي معاها في الهضره هكا قال لها يلا يدي قال لها نخدموا الموتور ونشوف لامي ما تسرق لنا الاخبار في ولد حرام وكوش تلقيتيني الله يهديني سير نشوف الموتور الرويد وسير نخسر فيه وندير فيه العيب باش فاش تروح تمشي بقى الموتور خاسر ويبرد لي القلب انا بعدا ونتفش مع راسي انايا كيف شيت الموتور واخا باقي ما فشيتوش مع راسي تسم راسه خديتها هنايا واحد لوتد صار ندير هكا لا بغى يخسر لي جنبو اويا واه يا ناري واخويتي انا عندي ثلاثه عريسات والرابعه جايه في الطريق وهاد حرامي تا خويتي رانا ما نعرف ليهم خويتي خصني نتعلم منك خاصني نتعلم منك حيت العريسه اللي جايه في الطريق راها من بنات اليوم وبنات اليوم حارات قاصحات ما نقدوش عليهم حنايا عيالات ديال زمان حيت العريسه تاع زمان كنا نقدو عليهم كنا مجهدات فيهم مول هاد العريسه تاع الوقت وتي دخلت عليك بالله اللي عروستك قالت لولدك دينك لدارنا وهو حالفهم وقال لي انتيك مشاوروك ما طلبوا رايك ما طلبوا شوارك هادي ندوزوها بخير وعلى خير بغيت تخسر ليهم الموطور باش ما يلقاوش علاش يمشون تادي دوزناها بخير وعلى خير تي دخلت عليك والله لا خسر الموطور على ما كيناش الحماره الحماره والكروسه ويجي يديروا على الحماره يربطوها مع الكروسه وهم غادي وحنا نديروا الكروسه الحماره ما كاينين رجل ليهم وراكي وليتي كتصقعي ما بقيتي عارفه اش كديري ايه الصقعه ما فكرتش فيها هادي ما الا عندك صح وهما لا ما تخسر الموتور خسر كاين الحمار نيت عندك صح وكاع الحمار حيدناه غيمشيو على رجليهم لكن دابا خصني نلقى حل الحمار بعدا الحمار كي غندير ليها غنجي نديها للبير ندفعها في البير هذه فكره غندفعها في البير ويبقاو ليا هما يخليهم تمن بعد نتو الحمار في البير يا ويلي انتي قدرتها بصحو حي حي هادي مالها لا تكون ولات كضرب الشقوبه بنت الحرام مابقاش قالتها ليا داك النهار سولت على النفحه قالت لك ما عنديش يا ويلي وين هادي ثلاثه العريسات والرابعه جايه في الطريق ما نعرفش هاد الشيء